مرة سألت الأستاذ وحيد، أنت بتفرح لما تنبؤاتك بتتحقق، لأن بتفرح بأنك التنبؤ اتحقق لأن أنت صاحب التنبؤ، ولا بتزعل لأن التنبؤ ده بينبئ بوضع مش كويس؟ هو بص لي وابتسم ما ردش. بمناسبة المشهد اللي كنا بنشوفه دلوقتي في طيور الظلام، بعد الفاصل الأستاذ إمام عمر الإذاعي الكبير وصل وهو مشرفنا، وأثناء الفاصل هو اتكلم معانا بتأثر شديد لدرجة إنه ما كانش قادر يمسك دموعه. فالأول بنرحب بالأستاذ إمام. أنا اللي برحب بيكم. نورنا أستاذ إمام، شرف لينا إن حضرتك معانا في ثلاث ستات. سعيد جدا بيكم والله. إحنا أكتر والله. حضرتك تقريبا العلاقة ما بينكم كانت أكتر من 30 سنة صداقة؟ تقريبا. صح كده؟ تقريبا من أواخر 77. يعني حضرتك شفته وهو لسه في بداية حياته الفنية؟ حياته في الإذاعة. ابتديته يعني قصدي اتقابلته في استراحة الإذاعة في الدور الرابع المعروف، استراحة الإذاعة بتاع المذيعين، بتاعة المذيعين غير بتاعة الممثلين، غير بتاعة الممثلين. أصل على فكرة كان موجود في بتاعة الممثلين لحد قريب. كان بيجي يقعد فوق بالظبط دي لحد أيام مصطفى أبو حطب. بالظبط. طب احكي لنا ايه اللي لفت انتباه حضرتك في استاذ وحيد الله يرحمه، ان انتوا تبقوا صحاب كده واصدقاء للمده الكبيره دي؟ يمكن الحب اولا بان فيه في عينيا انا وهو لما شفنا بعض، خاصه ان كان هو مرتبط في هذه الفتره باستراحه المذيعين وانا بشتغل في الشرق الاوسط وزينب سودان في البرنامج العام. فكان الاستاذ صبري سلامه بيدربنا كل فتره، فنيجي نقعد مع صبري سلامة في استراحة المذيعين، وهو بقى يخش معانا. كان ينزل من عند وجدي الحكيم، كان ساعتها بيعمل برنامج اسمه الحب الحياة والحب والأمل، قبل ما يخش في التمثيليات ومصطفى أبو حطب. فكان يجي يقعد معانا يهزر مع أستاذ صبري سلامة شوية مش عارف إيه، ليه سبب في نفسه طبعا يشوف زينب خارجة من الاستوديو بتاعه، وارتبط بزينب في هذه الفترة لدرجة أنا يمكن الوحيد أنا من الإذاعة أنا وصديقي محمد الشناوي اللي اخترنا نروح معاه اسكندريه يوم ما يطلب ايد زينب. كان يوم غريب قوي طبعا اليوم ده. ليه؟ ايه اللي حصل؟ يعني العلاقه لدرجه انك رحت خطبت معاه؟ روح هو سبقنا قبلينا وانا خدت محمد الشناوي في عربيتي ورحنا. لا انسى اليوم ده لما هو سابنا بقى وراح يقابل ابو زينب عشان يتفقوا على الاتفاقات، وبعدين هيفوت علينا في الاوتيل، في مش في الاوتيل، في المطعم اللي بنقعد فيه. قاعد انا ومحمد الشناوي وفوجئت لقيت وجدي الحكيم في وشنا. قال لي انتوا الاثنين جايين هنا ازاي؟ في ايه العلاقه؟ وجدي كان مشهور قوي بال ايوه طبعا قوي قوي. قلت له ما فيش حاجه. قال لي لا انت والشناوي اكيد في حاجه جايين تسكن. قلت له وما قلنالوش ده الا لما نزلنا مصر. قال لي يا خبثه كنت اعمل لكم ايه يعني؟ دي احد الحاجات اللي وعلاقتي بوحيد بقى بدات من هنا، لدرجه اما رحت كان بعديها باربع سنين لقيت صديقي الرحيل المرحوم يوسف شريف الله بيقول لي امام الله يرحمه وحيد عاوز يجي معانا. كان كنا بنطلع من الاذاعه انا ويوسف شريف بس تبع الاذاعه. قلت له ما عنديش. قال لي عاوزك بس تعمل خدمه، هنكتب له الطلب ان هو مع مجموعه الاذاعه عشان ياخد كارنيه بتاع اذاعه مش بتاع صحافه. وفعلا كتب الورقه وقدمها للاستاذ فهمي وقال لي انت تابعها بقى. خبطت على فاهم ودخلت له بقول له كذا كذا. قال لي من غير ما تقول لي يا امام، وحيد حامد ياما اشتغل معانا واحد الاعلام الموجودين في الدراما الاذاعيه ما شاء الله وما ضال. اما رحنا كان وفاجئ ان وحيد طلع له كارنيه نفس الكارنيه بتاعني انا والله يرحمه يوسف شريف اعلامي اذاعه. ولحد دلوقتي ولحد اخر سنه انا قعدت 14 سنه اروح، ووحيد راح بعديها سنتين اذاعه. حلو. لانه الاذاعه فن كبير طبعاً. يعني فن مهم وكبير، ونجوم الاذاعه مهمين والاستاذ طيب انا عندي سؤال، انتوا تعرفتوا كاصدقاء لكن انت تمنت موهبته امتى؟ بعد صداقتكم بقد ايه؟ بعد كام عمل اذاعي؟ انا اكتشفت انا دخلت الاذاعه لقيت وحيد موجود. اوكي. رغم ان انا قضيت فتره التجنيد وهو قضى فتره التجنيد، بس هو كان سابقني بقى لما راح الاذاعه وكتب تمثيليات وقابل مسرح وبعدين كتب تمثيليات وبدا يروح هو لوحده يقدم تمثيلياته في الاذاعه. وانا بقى في هذه الفتره
بدات علاقتي بيه تبقى قويه جدا بقى على طول. انا صديق زينب سودان نفس يمكن الدفعه اللي قبليه هي، ارتبطنا ببعض في هذه الفتره اكتر، خاصه لما بقيت اروح كان وهو يعرف والنبي امام هات لي كتب مجلات اجيبه يبقى فرحان جدا كاني جبت له حاجه. بعد كده بقى ارتبط لما جه معانا كان ارتبطت اكتر انا وهو علاقتنا ببعض. طب هو كان بيختار انهي نوع افلام يدخلوا في كان في مهرجان كان يعني؟ شوفي مهرجان كان بالذات الصبح في مجلات بتتوزع على الاعلاميين بالذات الاعلاميين نروح ناخد المجلات ونبدا انا وهو ويوسف شريف الله وفوزي سليمان الله يرحمه وصقوه والدكتور رفيق سب نختار الافلام اللي هنشوفها وتعلموا على الافلام ونعلم عليها. هو كان بيسبقني في حاجه، هو يشوف اليوم من 4 لـ5 افلام يوزعها، هيشوف ده ويشوف احيانا. اولا الافلام بتاعتنا احنا بتبقى الصبح اللي بتتعرض الصبح بتتعرض بالليل للممثلين بالريد كاربت فهو يعلم عليها ويقول له يقول لي انا علمت. قلت له طب عرفني تعرفني هل ايوه الافلام في كان بتبدا من 8 الصبح 7 الصبح 7 الصبح اول فيلم يتعرض بالظبط. فنجري اول ما نجري يجي روايه هو نقعد. كان في حاجه غريبه جدا لما يقعد جنبي جنبنا امال عثمان او حاجه مش عارف يقول لي فجاه يقول لي انا اهرب ليه؟ الفيلم بيبان من عنوانه كل واحد بيبان اللي في بيته مثل الفلاحي بتاعه يروح طالع وفعلا اللي يكملوا الفيلم يقولوا يا ريتنا خرجنا معاه بالظبط. ده وحيد حامد دي قصه. بعد كده بقى ارتبط بيه بقى بعد ما نخلص كان يقول لي تعالى بقى نفضي مخنا. كنتوا بتعملوا ايه بقى؟ نروح نيس. اوكي. هو كان في اوتيل قدام محطه القطر بالذات وانا في الاوتيل اللي جنبه. تاخدوا القطر وتروحوا نيس؟ ناخد القطر ونروح نيس. ما هي ايه 20 دقيقه؟ نيس جميله تقريبا 20 دقيقه 25 تقريبا فطن. ونروح نيس نختار المطعم اللي بناكل فيه. نختار الفسحه اللي هنعملها، واهم حاجه يديني ورقه كده قال لي دي طلبات طلبات مروان ودي طلبات زينب، نشوفها لو عرفنا نجيبها من دي من كان كان بيها، ما عرفناش فانا اول ما انزل ادور على حاجات الاطفال عشان مروان لمروان. كان مروان بيطلب ايه؟ كوتشي هدوم رياضه مش عارف ايه. زينب ليها طلبات يقول لي شوف الحاجات ما تسالش على السعر ونمشي مع بعض. يقول لي امام انا شفت في الباترين الفلانيه حاجه تعالى اخد رايك فيها. كان جميل نروح نروح نيس نشوف بقى الحاجات التانيه اللي ممكن نجيبها. يقول لي ما تفكرش في فلوس خالص. يعني انا عايز اعرف كمان. استاذ وحيد حامد كان دايما مهتم بشان المواطن المصري طبعا، عايز اعرف بقى رايه اكتر في دور المرأة المصرية، أي نوع ست هو كان بيفضله وبيحب يدعمها؟ واحكي لنا عنه في الحتة دي أكتر. دي كان بيحب الست النشيطة جدا صاحبة المبدأ. أوكي. مبدأ. يقول لي زينب سودان عندها مبدأ معين. مش لازم تبقى الحاجة غالية. وقوية. وقوية. أيوه. كان بيحبها جدا في الحاجات دي، يقول ليها رأيه ليها، واعمل معروف، أما تختار لها حاجة، دور على الحاجة اللي تناسب زينب. طيب. دي بالنسبة لده. وهي مميزة جدا. السيدة زينب مميزة كقارئة أخبار. لا لا لا. عندها صوت. عندها صوت مميز جدا ومظهر مميز. فعلا عندك حق. عنده حق يعني. طبعا. لا لا. بالإضافة بقى إلى حب بقى لمروان. عاوز أجيب له حاجة. دي بالنسبة له. طب أقول له نجيب له بقى نبدأ بعد ما نشوف حاجات نشوفها. يقول مش مشكلة نجيب من هنا ونجيب من هنا. لسه كنا بنتكلم من شوية عن بساطة حتى أفلامه بالزبط. بس قد إيه حقيقية وصادقة وبتوصل لقلوب الناس. بالظبط. فأنا كنت عايزة أسأل حضرتك إيه الفيلم اللي هو مثلا كان متوقع إن هو ينجح نجاح عادي بس نجاحه فاق التوقعات وهو كان مبسوط جدا بالفيلم ده تحديدا؟ أكتر من فيلم. أكتر من فيلم. زي إيه مثلا؟ خاصة فيلم سوق المتعة. سوق المتعة. كان مبسوط بيه جدا جدا لأن بيتكلم عن موضوع. بعد كده كان من أول قبل كده فيلم اللعب مع الكبار. اللعب مع الكبار طبعا. كان يقول في جمل بيقول لي الجمل بتتقال في الشارع. ولحد دلوقتي. بتتقال في الشارع. كان مبسوط أول لما الشارع يرتبط باسمه. كان مبسوط قوي. دي حقيقة. كانت إيه طقوسه في الكتابة؟ يعني كان ليه طقوس في الكتابة؟ إيه بقى؟ أولا لازم الصبح يكون في المكان الفندق اللي بيقعد فيه يكتب، ما يكتبش الا في الفندق. اوكي. اقول له ليه؟ يقول لي في وسط الناس احس بالدوشه
احس اكتب. مش معقول الشبه بينه وبين نجيب محفوظ؟ لانه برضه نجيب محفوظ كان عنده نفس الطق يعني، بس هو ما بيروحش الاوتيل. نجيب محفوظ كان بيروح القهوه في ميدان التحرير، وليه كان برضه والاستاذ وحيد كان ليه قهوه، كان عنده قهوه معينه في 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 عرابي، قهوه ام كلثوم كان بيقعد فيها على طول ويشرب شيشه. بس يوم بطل يشرب الشيشه ما راحش القهوه دي خالص. عشان الارتباط الشرطي بين القهوه والشيشه. لا لا، كان يقول لك احس بالناس اكتب، ولذلك بعد يقعد يكتب من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 11 ونص 12. بعد 11 ونص 12 يجي له اصدقائه بقى المواعيد بتاعته، ويخلص وهو ماشي ياخد العيش من الاوتيل ويروح عشان يتغدى. ينزل الساعه 5 6 لو عاوز ينزل يروح عرابي القهوه او ما يروحش عرابي. طب ايه كانت اكتر حاجه ممكن تحزنه واكتر حاجه ممكن تفرحه؟ مشكلة مصر كانت بالنسبة له مهمة جدا. لما يحس في مشكلة في مصر تحس ان هو شايل هم شايل هم، ويقعد يكتب في الورق ويعمل مش عارف ايه ويعمل كده ويشخبط. دي مشكلة اللي كانت تعملها. يمكن مرة ما شفتوش ابدا بيتكلم على مشكلة عائلية ابدا. مشكلة مصر هي همه كله. امتى الشعب يبقى كويس؟ امتى يكتب ايه؟ الفيلم ده عمل ايه؟ نتيجته ايه؟ ده دي مشكله وحيد حامد. انا اظن اكتر حاجه كانت اغضبته في وقت معين يعني هي التطرف والارهاب. ده اكتر حاجه استفزته واغضبته. دي مشكلته. ولذلك كان باي شكل بيكتب نقط كده ويبدا يفصلها. ده وحيد. اقول له كتبت ايه النهارده؟ كان الله يرحمه وجدي الحكيم كان مسميه شكسبير. شكسبير الاذاعه. ايه يا شكسبير عملت ايه النهارده؟ هتكتب لنا ايه؟ ابتسامه منه، ما يقولش في ايه جواه. ايوه هو بيبي فيس قوي، وشه بريء بشكل جدا مريح. وبعدين تقعد تتناقش او يعني من افكاره طبعا. ايوه في كل الافلام وفي الحاجات قد ايه انت صادق وحقيقي، وقد ايه فعلا عشان هو قريب من الناس طلع ده يعني حقيقي. وصل ده لكل الناس، والناس مستنيه منه اكتر واكتر. الله يرحمه. طب انا كان عندي معلومه مش عارفه هي صح ولا لا، ان استاذ وحيد كان عنده حلم اولاد حارتنا. بس للاسف ما اتحققش. كان اكتر من حلم غير اولاد حارتنا برضه. كان عاوز يعمل حاجات كتير قوي. زي ايه بقى يا حضرتك؟ يعني بعد اولاد حارتنا كان عاوز يعمل حاجه تأرخ للفترة اللي احنا عايشينها. فترة الكورونا؟ كورونا، لا قبل الكورونا. قبل الكورونا. الفترة دي التكنولوجي والسوشيال ميديا دي. كان عاوز يعمل ده. ويمكن ده اللي حاول يعمله فترة ما عرفش. لأن كان فيها هموم تانية شغلاه. الجماعة ثلاثة وصل لفين في كتابتها؟ كتبها. خلصها؟ تقريبا. وكان بيتفق مع محمد ياسين هيبدأوا تصوير. أنا عارفة، أنا سمعت إنه اتفق مع ياسين. لكن هي خلصت الى حد كبير يعني 90% مثلا، وعمل العقد ولا خلصها تماما؟ لا خلصها خلاص تقريبا. هو دايما وخصوصا الاستاذ وحيد سابق. وسابقنا صح. هو لانه بيتنبأ بحاجه وسابقنا. فهو صح. مش مشي يعني صح. الحقيقه مش من النوع ده. لا انا مش بقول يمشي النوع ده برضه. قصدي ان هو حاسس اهم حاجه بالنسبه له الجمهور والناس محتاجه ايه. لكن هو طبعا برؤيته طبعا ده اللي كان بيفكر فيها. طيب احنا بنشكرك واسفين على ان احنا قعدنا الوقت القصير ده. لا بالعكس، انا سعيد جدا بس وسعداء بوجودك. الحمد لله انت فكرتني شخصيه بالنسبه لي. مش عايز اقول لكم انا بالنسبه لي كان صديق واخ افتقدته. مش عارف اشوف همشي قدام الاوتيل كان بيقعد فيه او قدام بيته ازاي. ربنا يصبرك. ربنا يرحمه يا رب. انسان كان غريب جدا. ربنا يصبرك يا استاذ. واحنا تشرفنا استاذ امام عمر الاذاعي القدير ان حضرتك معانا في 3 ستات. ده شرف لينا. انا سعيد جدا، ما كنتش احب اتكلم في الوحيد في الظروف دي. معلش انا لحد دلوقتي مش عارف اتكلم زينب السوداني. أنا عارفة. مقدرين إحساس حضرتك. هي حاجة صعبة، وأنا كمان شفتك كنت في الندوة وشفتك في ال ربنا يرحمه. ربنا يصبرك يا هي دي الدنيا. يا رب. الحمد لله. ربنا يصبرك. أنا سعيد جدا. إحنا أسعد وشرفتنا، وكلام حضرتك عن أستاذ وحيد يعني أنا كنت مستمتعة وأنا بسمعك وعايزة أقعد أسمع أكتر وأكتر، وتشرفت بوجود حضرتك جدا النهاردة. وحيد صديق وحبيب وأخ، مش عارف أقول لك إيه تمام. شرفتنا جدا. شكرا. الاذاعي القدير امام عمر ومشاهدينا. خلصت فقرتنا وخلصت الحلقه، وكنا يا دوبك بنحاول بس نوصل يعني جزء بسيط من يعني ما اظنش استوفيناه حقه يعني الكاتب. ما اديناش حقه. طبعا
ولا حاجه. متوفى في الظروف دي ما خدش حقه مظبوط. بالظبط. احنا حتى مرتبكين ومتاثرين كلنا ومش عارفين نعبر عن مشاعرنا، بس اظن ان اعماله هتفضل عايشه الى ما لا نهايه، ورسالته وصلت ولسه هتفضل تكمل الى ما لا نهايه ان شاء الله. نشوفك في حلقه بكره من 3 ستات. باي باي.